الحمد لله. نبغي نتخيل واحد المنظر اللي هو انك انت جالس وشاد الثروه اللي ضربتي عليها واحد التمره مده باش جمعتي ديك الثروه ديالك، وجايين واحد العدد ديال الناس اللي انت اصلا تتكرههم، ما تتحملهمش، وتتلقى راسك باللي تضرب يدك لهذاك الصندوق ديال ديك الثروه ديالك وتتعطي للاول سير، وتتجبد تتعطي للثاني سير، تتجبد وتتعطي للثالث سير. هادو ناس انت كتكرههم وديك الثروه انت عزيزه عليك وضربتي عليها تمارة مدة وحافظتي عليها سنوات، وفي الاخر جمعتي. واش كتخيل هذا المنظر هذا؟ طبعا بمجرد ما تخيلتيه لا تتقبله، كتقولي لا غنعطي لشي واحد اللي عزيز عليا وغنعطيه بواحد القدر صغير، اما باش نبدا نجبد ونعطي لذاك اللي ما حملش. هذا المنظر اللي كتخيلوا دابا هذا هو المنظر اللي تيطرى للناس اللي كيكونوا اجتهدوا في مجموعه ديال الحسنات في الدنيا وحاولوا يحافظوا عليها قدر الامكان ومشاو بها للاخره وهم محافظين على دوك الحسنات، متابعه للنبي عليه الصلاه والسلام في الاعمال، صدق واخلاص مع الله عز وجل. لكن ملي وصلوا لذاك الصندوق ديال الحسنات اللي بغاو يستافدوا منه في الجنه، اشنو لقاو؟ لقاو واقف واحد الصف ديال عباد الله اللي هما في الدنيا كانوا ما حاملينهمش. اش كانوا تيديروا؟ كانوا تيغتابوهم، يقول فلان داير وفلان داير وفلان داير وفلان داير، وهذا عوج وهذا طويل وهذا قصير وهذا مريض وهذه عوره وهذه ما كتسواش وهذا الشفار. نهار وما طال هو جالس تياكل في اللحم ديال عباد الله بالغيبه، لا ما تابش من هذه المساله. غدا يوم القيامه تيلقى دوك الحسنات اللي جمعهم في مده ديال زمن طويل واللي ضرب عليهم تمرة بزاف واللي هما عزاز عليه واللي باغي ينجو بهم، تلقى داك الصف ديال عباد الله اللي هو ما حاملوش تيجيو وبز منه. الله عز وجل تيعطيهم الفرصة والقدرة انهم ياخذوا حقهم من داك الصندوق ديال الحسنات، وكياخذ الاول والثاني والثالث والرابع والعاشر، والله اعلم شحال من واحد طحتي في الغيبة ديالو وما تبتيش منها، وهذا الشيء باقي ما ساليناش. الا سالوا لك الحسنات، حيت احتمال يسالوا الحسنات، الا سالوا الحسنات والاخرين باقي مازال تيسالوك حقوق، غتولي كتاخذ من السيئات ديال دوك اللي انت ما حاملهمش وكتحطهم عندك. ونسال الله العافيه. نتيجه انسان ما بقاو عنده حسنات والرصيد ديالو فيه غير السيئات، في نظركم فين غادي يمشي؟ الله يعافينا ويعافيكم.